خطوة جديدة يتخذها الطلاب اليمنيون في مدينة اسطنبول لاختيار قيادة طلابية جديدة تمثل الطلاب وتعمل على توحيد مطالبهم خلال مسيرتهم التعليمية، حيث انطلق المؤتمر العام الأول لاتحاد الطلاب اليمنيين بحضور من الجانبين الرسمي اليمني والتركي وشخصيات سياسية ورجال أعمال ومنظمات مدنية جاءت لتشارك الطلاب والقائمين على هذه الفعالية. وإن شاء الله سيستمر المهرجان بهذا المؤتمر العام الأول بهذا الشكل، وسنحقق الهدف الذي أتينا لأجله، وسيعود الطلاب إن شاء الله وقد تعرفوا وقد حققوا عدة أهداف، انتخبوا ممثل لهم، تعرفوا على بعضهم، وقطعنا شوط كبير إن شاء الله في أول خطوات الاتحاد العام. كما ضم الحضور 300 طالب وطالبة للمشاركة في المؤتمر الأول والانتخابات لاختيار من يمثلهم ويكون عون لهم خلال مراحل الدراسة، ويكون المنبر الوحيد الذي يلم شمل الطلاب ويوحد مواقفهم وأهدافهم خارج حدود بلادهم. انعقاد المؤتمر خطوة كبيرة أساساً للطلاب اليمنيين في تركيا، اتحادهم واجتماعهم رغم الخلافات السياسية، رغم اختلاف مدنهم، طوائفهم، مذهبهم، خطوة كبيرة وعظيمة بالنسبة لنا وافتخار كبير للطلاب اليمنيين في تركيا. ويعقد الطلاب آمالهم على القيادة الجديدة في الاتحاد العام باعتباره المكون الشبابي الممثل لهم في تركيا والداعم الكبير الذي من خلاله ستذلل كافة الصعوبات. الجميع هنا يؤكد أن الاتحاد العام سيكون الممثل للطلاب اليمنيين وسيعمل على حل مشاكلهم ويتبنى قضاياهم ودعمها وطرحها على الجهات المختصة في تركيا لحلها. والله إحنا الآن كوننا اتحاد اسطنبول واتحادات بجميع الفروع نرى للاتحاد العام والانتخابات إن شاء الله ستحصل هنا أنها باب جديد، جسر ما بيننا وما بين الأتراك، إن شاء الله يكون شيء إيجابي نرفع به اسم اليمن ونرفع طلاب اليمن، ونحاول نحن نستطيع أن نوفر كل نقص للطلاب اليمنيين هنا في تركيا. ودعا عدد من المشاركين في المؤتمر إلى توحيد الجهود والمساعي بما يحقق مكاسب كثيرة للطلاب من خلال 20 اتحاداً في 35 محافظة تركية. قيادة جديدة للاتحاد ينتظرها الطلاب اليمنيون من خلال هذا المؤتمر لتعبر عن آمالهم وطموحاتهم في بلد المهجر تركيا. عدنان الراجحي، قناة بلقيس، اسطنبول.